حلقة جديدة من عمايل إيديا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. زي ما تعودنا حلقاتنا هتكون حلوة جدا. النهاردة حلقة الرز، هنكمل معاكم وصفات حلوة قوي. هنعمل مع بعض النهاردة رز بالكبد والقوانص، وهنعمل كمان الرز المحمر بالخضروات. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفة معايا، وهي الرز الابيض بتاعنا الحلو بالكبد والقوانص، وايه هي المقادير. اول حاجة عندي الرز، هكون غسلاه 3 كوبايات من الرز الابيض المصري. عندنا كمان الفلفل هقطعه صغير قوي، عندي المستكه، الحبهان، الزبده، الكبد والقوانص، ثوم وملح وفلفل وكمون وليمون وخل وشطه، ده طبعا تتبيله حلوه قوي، والبقدونس بتاعي. تعالوا نشوف كده اول حاجه هعملها. هتكون انا عايزه اسوي الرز، وانا معايا هنا برضو عامله لكم واحد جاهز علشان ايه وقت البرنامج. عندي دلوقتي هنا الرز هعمله اسويه، يلا بينا. هجيب حته من الزبده الصغيره مع شويه الزيت، هجيب المستكه مع الحبهان كده 3 وحدات على 2 من الحبهان كده، 2 3 نقلبهم كويس مع بعض اهو، شوفوا ازاي. بعدين عندي عامله 3 كوبايات من الرز، يعني 3 معالق صغيره من الملح، هحطهم وهنقلب كويس قوي قوي قوي. يلا اول اقلبه شويه لحد ما ايه احس كده انه اخد تحميلة لذيذة خفيفة، وهقوم حاطة المية، هتكون مدفية مية وحطاها 3 كوبايات رز 3 كوبايات مية. احنا بنعملها بالويم، بعد فترة بتبقوا ايه فهمتوا وحفظتوا خلاص المقدار قد ايه بالظبط، مش بتحتاجوا تعايروا، بس ايه علشان نبقى دقيقة هو 3 عليهم 3. وهسيبه يستوي اهو كده، يروح هنا كده عند النار التانية صاحبتنا، ونجيب دي. تعالوا نشوف ايه اللي انا هعمله دلوقتي. خلاص شلت دول مش محتاجاهم هنا، يلا بينا. هبدا ان انا اول حاجه اعملها اقطع الكبد والقوانص بتاعتي علشان اعملهم. ممكن ناس تحب تعملهم تقدمهم وهم بحجمهم، بس انا بحبهم يبقوا متقطعين، شكلها بتبقى احلى كتير. مش عايزه احكي لكم قد ايه احلى اهو. استنى ممكن دي بس ايه اخليها كده شويه عشان سخنت قوي، ونجيب مع بعض السكينه ويلا بينا اهو كده. انا مجرد ان القناصه اقطعها 2 كده، الكبيره عندي اقوم اقطعها 2، الصغيره خلاص مش محتاجه تتقطع. ومش بنقطع صغير قوي ليه؟ علشان ما تنشفش. انا بحب الحاجه تبقى صوصي وما تنشفش معايا، اوكي؟ فلو لقيت ان هي مش كبيره مش هقطعها، هقطع بس الكبير اهو. زمان كنت الطفلة الوحيدة يمكن في قرايبنا اللي باكل كبد وقوانص، كنت بحبهم بشكل مش عادي. لما كبروا بقى هما بقوا ياكلوهم يعني، بس وانا صغيرة مفيش حاجة مامتي ولا بابايا ادوهاني غير ما اكلتها. بحب الاكل جدا يعني، اي تشيرش الاكل بصراحة، بقدر كده كل حاجة في الاكل. يلا اللي هعمله بقى ان انا هجيب بولة اهو، هجيب بولة كبيرة، هنقل القوانص بتاعتي هنا، الكبده بتاعتي. يلا انا اللي عايزاه ان ايه كده، مش بحب اهريها، فبس مجرد ان انا بقوم ايه اسماهم كده. الميكس كده بتاع الاثنين، وانت التتبيله بقى هنحط الخل
وهحط الثوم، كمون، بابريكا مع شطة، والليمون، بس كده جميل قوي قوي قوي. والفلفل بقى بتاعي الاخضر انا بحبه جدا جدا، ده فلفل رومي مش فلفل حراق خالص. تعالوا بس ايه، اقلع واحده، احط الملح وهحط الفلفل كده، وهديها رشه من زيت الزيتون، رشه بسيطه خالص، وهقوم مقلبه التتبيله الحلوه دي فيها كلها. يا سلام لو قلبتها في التتبيله اكتر، يعني تقعد نص ساعه ساعه كده وبعدين اقوم حطاها بقى على النار. طبعا مش عايزه احكي لكم تطلع جميله ازاي، اهو شوفوا بقى الحلاوه، جميل قوي قوي قوي. يلا بينا تعالوا نخش على طول في الايه، في الشوي، نشويها مع بعض كده، وهقوم حطاها معاكم زي ما انتم شايفين، ونروق بقى هنا كل الحاجات دي كده خلاص تتشال، كل حاجة انا مش محتاجاها نشيلها من هنا. يلا تعالوا بقى قبل ما ايه اطلع الفاصل، تكون استوت والرز استوى وايه نقدمهم، نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. عملنا اول حاجة الرز، الرز الابيض العادي جدا بتاعنا، عملناه ازاي بطريقة لذيذة جدا. اول حاجة مستكة مع الحبهان مع شوية زبدة، مكعبين من الزبدة على مكعب من على قصدي شوية من الزيت العادي، ويسيحوا مع بعض. بعد كده بقوم حط على طول الرز بتاعي وأقلبه كويس، وبعد ما أقلب الرز بحط معاه ملح وفلفل، الملح على حسب أنا عاملة كام كوباية، كل كوباية معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده بكون مسخنه بقى الميه، بس اهم حاجه اقلب شويه عشان الرز يتحمر تحميره بسيطه جدا، واقوم حطاه. دي كده الرز. بعدين جبت الكبد والقوانص ويتقطعوا زي ما احنا شايفين، وبعدين يتبلوا بقى تتبيله حلوه بالكمون والليمون والملح والفلفل، شطه وبابريكا، ومعاهم الفلفل الاخضر الحلو قوي قوي، رشه من زيت الزيتون، وكمان بعد كده بقوم حاطه الليمون عليه، وايه زي ما احنا شايفين كده احطه على طول على الشوايه ياخد الشويه الحلوه. هنطلع الفاصل دلوقتي، بس ما تقلبوش عشان عندي معاكم الفرايد رايس او الرز المقلي الحلو جدا جدا مع الخضروات. استنوا ورجعنا لكم بعد الفاصل. الكبد والقوانص لسه سايباهم، عايزاهم يتشووا شويه حلوه، يستووا معانا مظبوط. طبعا الريحه تهبل، مش عايزه اقول لكم تتبيله ما حصلتش. بس تعالوا بقى نشوف ايه الفرايد رايس او الرز المقلي اللي احنا هنعمله مع بعض، من احلى انواع الرز اللي ممكن ناكلها. تعالوا نشوف ايه هي المقادير بتاعتي. عندي الرز البسمتي هعمله زي ما انا عملت الرز معاكم في اول الحلقه، بس يبقى رز بسمتي وبيتغسل غسلتين ثلاثه الاول قبل ما ايه ما احطه. تعالوا نشوف بقيه المقادير للوصفه. عندي الجزر، الجزر هجيبه يكون مبشور. عندنا البصل الاخضر، الفلفل الالوان، الكاتشب، الزبده، الصويا صوص، والبيض، سويت تشيلي، وبقدونس وكزبره. بدل السويت تشيلي ممكن احط هوت صوص، برده مش هيقول لي لا. تعالوا نشوف ايه اللي انا هعمله هنا. البيض، بصوا دي زي يعني وصفه اسيوي، اوكي، فبيستخدموا دايما البيض في وصفاتهم. دي ممكن انا احطها او اشيلها، بس هي بتطلع حلوه جدا جدا، وانا عايزه النهارده اعملها معاكم طريقه جميله. تعالوا بس ايه نشوف كده مع بعض، اهو بقلب البيض بتاعي، وهعمل بيض اومليت او مقلب زي ما نحب. كده كده بيتقطع صغير قوي قوي في الاخر، فمش بتفرق قوي. اهو هحط هنا الزيت كده، وهجيب البيض هقوم منزلاه، يبقى
اقليه يعني كده. الوصفة دي من الوصفات اللذيذة السهلة الحلوة قوي اللي ممكن الأول نقول إيه ده معقول إيه المكونات دي، بس بجد بتبقى من أحلى الوصفات، بالذات لما يكون الرز بقى معمول وبالزبدة كده بنحطها بيبقى تحفة وروعة. تعالوا بس إيه أشوف عايزين البيض يستوي كويس قوي أهو كده، وهنا الكبد برضو والقوانص عندي بتستوي حلو اهو، انا سايباها تاخد السوا المظبوط تمام. وهنا حلو قوي بس اقلبه كده قلبه اهو، بقليه على الناحيتين ولازم اكون عاملاه well done يعني بيكون مستوي كويس قوي 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 اهو. بصوا بقى جماله خلاص كده عندي البيض استوى هنقله هنا زي ما احنا شايفين، وبعدين بقطعه هجيب بقى الطاسة التانية هنجيب الووك عشان اقدر ان انا اعمل فيه الرز براحتي. يلا اول حاجة خالص هعملها ان انا عايزة اسيح فيه الزبدة، فهجيب الزبدة وايه هسيح معاه 3-4 مكعبات من الزبدة كده، وهنا البيض بتاعي بصوا بيتقطع كده قطع صغير قوي مش بنحس بيه في ال كده، وبديله رشة بسيطة قوي من الفلفل اهو كده عندي جاهز. تعالوا بقى هنا نشوف، بصوا بقى حطيت كده هحط البصل الاخضر بتاعي يلا بينا. دي بتبقى بقى وصفة فعلا جميلة جدا، وبحط الجزر شوفوا الجمال، والفلفل الملون اهو شايفين ازاي، مع الخضرة رشة بسيطة من الخضرة كده شوفوا الجمال، وايه نقوم مقلبينهم مع بعض كويس قوي تعالوا ايه اجيب هنا دي معايا عشان تكفي الرز برضو كده، وايه هسيبه بقى ياخد تشويحه حلوه اهو رشه بسيطه من الزيت كده. عندي الكبد والقوانص اخدت السوا بتاعها
الجميل المظبوط، ونزلت حتى الصوص حلو قوي قوي قوي. تعالوا بقى ابدا ان انا اشيل وايه اغرف على طول على الرز بتاعي. الرز بقى المعمول بطريقه لذيذه جدا عملناه مع بعض مع الحبهان والمستكه. تعالوا اجيبه كده اهو، وهقوم حاطه على الوش طبق كامل، مش محتاج ان انا اعمل معاه اي حاجة خالص خالص. شوفوا بقى جماله، احنا عايزين ننوع وعايزين كمان ما نبقاش عاملين حاجات كتير واوفر. رمضان بيحب الاكلة الحلوة اللي مش ايه مش تقيلة قوي اهو. وعندي الصوص بقى ده عايز عيش ونغمس للصبح بقى، ده انا بابا ينزل فيه تغميس ده ما يسيبوش ابدا اهو. بس كده ونحط معاه الايه الخضرة الحلوة بتاعته. بس جميل قوي قوي، بصوا بقى حلاوته كده. يلا بينا. والصوص برضو ممكن ايه احطه في حاجة اهو. تعالوا مش هسيب الصوص، نحط ايه الصوص في حاجة برضو علشان يتقدم مع الرز اهو، لان الصوص فعلا فعلا بيكون حلو. جميل قوي قوي اهو كده. حلو قوي. يلا تعالوا بقى نشوف هنا عندي الايه، بصوا كده الخضار ريحته بقت حلوه قوي قوي قوي. يلا بينا نحط بقى الرز بتاعنا اهو. رز ابيض كده، ونحط بقى يلا. ايوه مش قادره اقول لكم الجمال وطعمه قد ايه، هيعجبكم جدا 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 اهو كده. بصوا بقى الحلاوة، رز بيتحمر مع ايه، شوحه كده مع الخضروات بتاعتنا الجميلة جدا اهو كده. وهحط معاه البيض المقلي اهو، وزي ما اتفقنا ممكن ما نحطش البيض فيه، بس بيطلع حلو جدا جربوه. وايه اقلبه كويس قوي قوي قوي. بصوا الجمال، مش عايزه احكي لكم الاكله دي في المطاعم عامله ازاي. رقم واحد اهو كده. في ناس بقى بتحبه كده من غير الاضافه اللي انا هضيفها، وفي ناس بتحبه زي بالظبط ما الكتاب بيقول. انا دلوقتي هحط هنا بقى الصويا صوص اوكي، وهحط السويت تشيلي او شويه شطه بسيطه مع معلقه صغيره جدا من الكاتشب، وايه هنقلبهم مع بعض كده اهو. دي من الاكلات الاسيويه المشهوره جدا، واللي دايما المطاعم بيقدموها بيكونوا يعني متميزين بيها اهو. بصوا بقى الحلاوه، جنب بقى اللحمه جنب الفراخ، طبق لا يعلى عليه من الرز. انا بالنسبه لي ممكن اكله هو لوحده بصراحه اهو. جميل جدا. وايه تعالوا بقى علشان نجيب طبق التقديم بتاعنا والايه يتغرف على طول. يلا بينا. بصوا بقى الجمال. يلا بسم الله. الله 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 على الايه الطبق العالمي ده اهو. اظبط بس الطبق بقى بتاعي
تقديمنا زي ما اتفقنا، أهم حاجة أحط طبق على السفرة تقديمة ما حصلتش، سهلة وجميلة وبسيطة بس تكون منظمة. عملنا مع بعض النهاردة الرز بالكبد والقوانص بطريقة جميلة جدا. الرز من المكونات أو المقادير المهمة جدا على سفرتنا في رمضان، فإحنا أخذناها فرصة أن أنا أعمل لكم كذا نوع يكون من عمايل إيديا للرز. عملنا مع بعض الرز بالكبد والقوانص، وعملنا كمان الرز البسمتي المقلي أو المحمر مع الخضروات. أتمنى يكون وصفات سهلة سريعة جربوهم، ودايما ابعتولي على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على إنستغرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل إيديا. Thank you.